سيطرت قوات الحمايه المدنيه بمحافظه اسيوط على حريق اندلع بكنيسه الأنبا كراس بعزبه حن بمركز ديروط دون وقوع خسائر بشريه وكشف المتحدث الرسمي باسم الابراشيه القس يوناثان ثروت ان الحريق نتيجه تسريب غاز داخل الكنيسه بينما التهمت النيران محتويات الاثاث بالكنيسه واشد القس يوناثان بالجهود التي بذلتها اجهزه الحمايه المدنيه والمواطنين من جيران الكنيسه وغيرهم في اخماد الحريق